أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة التعليم العالي تشهد تقدما غير مسبوق بسيناء ومحافظات القناة بدعم من القيادة السياسية. أوضح أن إجمالية تكلفة جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بلغت 646 مليون جنيه، مشيرا إلى تقديم 6 برامج دراسية في كليتين بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بالعام الجامعي 2024-25. كما أكد الوزير أن هناك اهتماما كبيرا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، موضحا أن هناك 10 جامعات تكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.